رامي القايلة مع رامي الفراتي. والله اسمها هجر الحناشي، شعرها طويل مزيانة، ضحكة، ضامرة، روحها خفيفة. عندك الحق، فهمت؟ أما مش مشكلة، بوت نجمو تترمجوا بيا رمروم، أما بلا غالب. مرحبا بكم يا جماعة، من توا حتيكش للأربعة امتاع العشية في حسيب، وأنا مع بعضنا في ساعتين. هجر الحناشي معكم، هجر الحناشي كالعادة. إن شاء الله من هنا الغدوة نكملوا الرزق ونستحفظوا، فهمت، على الوسيم تاع خونا رامي. سكروا الباب والراو صحي تسكر. إيه نسكر الباب، انتم مازلتوا انتم ليه شو سكروا الباب معاك؟ ليه انتم جديدوا جمعة نقول لكم باهي. عسلامة سيلو اي، عسلامة هجر، عسلامة صابرة. الناس اللي تسمع فينا كل شهر تكون أمورهم ريقلة، جوهم باهي، شيخين الحمد لله يا ربي. صبت المطر تحرك شوية الطقس هكا، فما نسمة هكا وتبخنيسة مزيانة، دونك إن شاء الله العباد الكل تكون أمورها مريقلة. عايشك الله يخليك. للا مرحبا بيك، عسلامة هاجر، عسلامة لؤي، عسلامة بالناس اللي تسمع فينا الكل، ليكيب اللي تخدم معنا في اي اف ام وجميع اي اف ام تي في زادة. إن شاء الله يا ربي يكون هالمطرة هذي مطرة خير ومطرة بركة، إن شاء الله تكون بشوية هكاية مش كال الفيضانات والماء اللي يقلقنا برشا كيولي بالكميات كبيرة. الكورونا مازالت طمان يا جماعة، بالحق حتى أنا في الفيل داكتواليتي متاعي مازلت فما عبيد معناها راني بوزيتيف، راني مرضت، زادة فما ناس قاعدة تموت الله يرحمها. ما تستخفوش بالوضع، راي الكورونا مازلت، البافيت الجيل كل شيء، دنيا بدأت تبرد، دونك نورمالمون بجد الوضع يكون معناها مقلق أكثر، خاطر سمعنا بالموجة اللي جاية. إن شاء الله يا ربي يحفظنا، وإن شاء الله يا ربي معنا نحنا باش يسمعوا سانتي والأخبار اللي قاعدة تصير في تونس لحظة بلحظة. بسم الله ما شاء الله عليك يا صابرة. شوف صابرة، مش أنا وياك عملنا صورة البارحة شمسية هبطناها على انستغرام، مش الصورة مزيانة هي على الأخر، مش أنا حليلتي وأنت حليلتك فيها على الأخر، مش الكادر مزيانة، مش الاستوديو مزيان، روحي أنا وياك وروح منورين. تعرف لي زابوني هم الحق جاوني من عند خويا لؤي، فهمتوا حتى كي ماركين على الانستغرام. استنى والله من عند كنتي هم شنو كبتيو في الجمال بتاع الصوره هذاك الكل؟ في شنو؟ طلع حسب رايك انت دقه الملاحظه نتاعك اللي انت ماكش لبسه شنو؟ اشليك شنو؟ ما عنديش حاجه قعدت نخمم بين شليك ومن الصبات معناها والله شريك معناها كبتي والحكاية اللي هي بعيدة على الاخر وجمالنا وأناقتنا وضحكتنا والكل ذيك ما خزرولوش غلو كيفاش انا حفينا وهو قالوا لي كيفاش تقدم وانت حفين رزق رزق وانا مش المشكلة فهمت وانت مالك والله العظيم وانت انا في شتي شتي نحي صبات ما نجا نقعد بيه لان نحي صبات ونحي شليك اكها متفرده انا مرتاح انت مش مدخل ولا بالحق وانت مالك والله غالب والله غالب رزق رزق اكها وانت نحن نرحبوا بجميع الانتقادات راهو اللي عجبك فينا ما ايه ما خويا لؤي زاد شنو واش مدخلني سنترهم خويا لؤي سنترهم خلينا نحن في البروفيل نتاعنا نعيش بديمقراطيه بالانتقادات بكل شيء امورنا مريقله تهنا اه كيفاش شنو نعملوا تو نعملوا تصويره واحده نعملوا تصويره اخرى والله لبست شليك اليوم اغسل كيفاش على ما يجي تقول انت معناها كان صورنا هاكا تخلط التصويره كامله ما فما حتى والله صدقني ويخرجوا لك حاجه انت ما يخطرش بالك ليها معناها لازم باش تخرج حاجه اخرى فهمت والله هم تبارك الله عليهم عندهم دقه ملاحظه في حاجات بسم الله ما شاء الله باهي احنا شوي اخر باش نمشي نتفقدوا المعلومات نتاعكم واسكو تبعتوا الاخبار ولا ما تبعتوش ومين قال كالعاده والشفره دي تبع مين وكل فازيت هذوكم الكل الباتش مصري مع هجرة والله علاش بيه المصري حلو قلت لك الباتش على خاطر رامي 100% تونسي كي عرفتك شنو المشكله هي مع ناس انت خرجتنا للعالم العربي حاجه باهي مش ما تعرفش عليه هجر حنيشي تلقاها في راديو درشنيه في مصر معناها منوره الدنيا غاديكا فوالا معناها طموحه 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 جدا انا نقوم الصبيح راني اول حاجه نعملها نمشي نشوفك الجرايد نتاع العالم الكل ونشوفهم شنو بادين ومن كثر ما منظمه بالبروجرام نتاعنا بالميسيون نتاعنا نبدا ديما بالبوان سونتي نتاع نتاع العالم معناها شنو صاير فيها فهمت دونك من بين الحاجات اللي بالحق اليوم الصبيح قريتها انه كوريا الشماليه تعلن انها هي لم تستطع ولم تعد قادره على مواجهه جائحه كورونا ولا بالحق من الوضع مخطر جدا وطلبت طلبت اعانه يا لؤي طلبت اعانه على خاطر خرج الوضع خرج عن السيطره وطلبت اعانه حتى في الماكله على خاطر ابارامون عندهم شح
وعندهم معناها شح كبير غذائي. دونك فوالا لكوريا الشماليه قلنا مش باش يوصل لها الكورونا ومش باش هي قالت ما عندهاش. اي با شوف شنو صاير فيها معناها, وتوا بالحق وليت تطلب بونجيوها اعانات نتاع تلقيح والكل من الصين, وقاعدين يعملوا في نداءات ويقولوا رانا معناها رانا ضيعنا البوصله وعاونونا. عاونوهم لا هي اكيد ماهيش باش تقبل من اي بلاد الاعانات الصين عندك هكا هو. اصلا هما عندهم برشا اخبار تدور عليهم كوريا حتى من بعد عنا اجواء عليهم. دونك انا عندي احساس اللي صابر اليوم مستغلب. اي سبق الظهر اللي صابر الظهر سبقت الاجواء. والله تعرف فما صحافي محترم جدا يقول لك جينيرالمون كان عنده ماتينال باهيه فهمت. يقول لك انا ليه والله من غير ما نسميه فهمت, يقول لك انا ما نخدمش مع حتى واحد كونيكور ولا صحافي معايا, ما عملش اللي انت عملته صباح انك تمشي تدخل تقرا الاخبار العالميه الكل. دونك عنده هو ريفليكس نتاع صحافي ممتاز ومتاع مقدم انا اليوم ساعه حدث في هذا اليوم يلزموا يتفلي التواريخ الكل من العالم الكل راهو بالحق معني من القارات الكل يلزمني نعرف شنو هي صاير شنو هي الحاجات شنو هي في النهار هذا شنو صار. كما اليوم كنت نحكي في مع لؤي في الاوف عيد وفاه ماو تسي تونغ معناها الشيوعي ومعناها المعروف جدا. دونك فهم برشا حاجات اليوم عيد الفلاح في مصر مثلا اللي تصور نحن ما عندناش لا عيد فلاح لا عندنا نهار نتاع فلاحه ما عندنا شيء معناها فهمت. دونك تشوف العالم كيفاش قاعد يتفاعل مع برشا حاجات, تشوف الاخبار شو حاجه باهيه باش انت زاده تقيم الوضع نتاعك في تونس كيفاش وين ماشي. نمشي نقيم الوضع نتاعكم من بعد واخباركم وكل شيء زين نعاود نفكركم اللي احنا باش نكملوا مع بعضنا من توا حتى كيش للاربعة امتى على شيء ما تبعدوش بعيد هنا راجعين. اليوم في البوان سونتي يا جماعه باش نحكيوا على موضوع مهم جدا اللي هو تاثيرات الكوفيد على الصحه النفسيه, ومعنا انس العويني اخصائي ومعالج امراض نفسيه وجنسيه. مرحبا بك انس معنا على اي اف ام. اسلام مرحبا بكم. عايشك الله يخليك. دونك انس نعرفوا اللي الكورونا مرض ماهوش هين برشا, صعيب على المريض وصعيب على العائله وصعيب على الانتراج نتاع العبد اللي مرض به. دونك الحاله النفسيه نتاعو ديجا باش تكون تعبه بسبب المرض, والا العباد اللي لاهين به اوتوماتيكمون باش يتعبوا. فما برشا عباد في الكورونا يعطيوهم الدواء نتاع الكورونا وما يهتموش برشا بالصحه النفسيه نتاع المريض وبالصحه النفسيه نتاع الانتراج اللي داير بالعبد المريض هذايا. اسكو مهم انه نتلهيه وقتها بالصحه النفسيه نتاع المريض, ولا اعطيني هو الاكسجين نتاعو مريقلو والجهاز التنفسي نتاعو امور واضحه, امراضه المزمنه يلزمني نركحها ونعدلها, ولا يلزمني زاد نتلهي بالصحه النفسيه؟ نقطة مهمة ياسر هاجر. احنا بطبيعتنا ومباناليز معناها الليتا بسيكولوجيك نتاع الواحد فينا خاصة نتاع المريض ولا نتاع الناس المحيطين به, في حين اللي البدن الكل واللي رياكسيون نتاع البدن والمناعة نتاع الانسان والقدرة على الشفاء حتى الجسدية مربوطة ياسر بالليتا بسيكولوجيك نتاعو. أبغسا ينجم المرض يخلف أما يعني ديسيكال بسيكولوجيك كبار برشا اللي يقعد الانسان منهم ما يعمل له حتى شيء الكورونا ويخرج ويبرى ويرجع لبس عليه, لي مالوروزمون يقعد يعاني من يعني دي بليسيور بسيكولوجيك كبار اللي ينجموا يسببوا لنا معناها حاله نتاع هلع ولا حاله نتاع اوبسيسيون ولا حتى ديبريسيون ولا غيره, ولا يكون ان فاكتور ديكلونشور نتاع حتى امراض نفسيه يعني مزمنه نطفى علينا الكل. ديكو الاهتمام بالحاله النفسيه وبالكيليبر ايموسيونيل نتاع الشخص مهم جدا, مهم جدا انه يكون ما يكونش في حاله هلع, مهم جدا انه يكون عنده برشا اسبوار في الشفاء, مهم جدا انه يعرف ان المرض هذا يعني العالم كله ولا احنا كلنا معرضين ليه, ماهوش انسان ما عندوش زهر ولا انسان محبط ولا انسان خايب ولا يعيش في تهديد كبير. كيف الناس المحيطين خاصه الصغار اللي دايرين بينا يلزمنا ما نعيشوهمش الهلع والخوف هذاك, على خاطر الصغير في سن معينه يستوعب الخوف ويدخل له الخوف معناها حتى في تركيبته النفسيه ويأثر عليه لانه مازال في طور نمو التركيبه النفسيه نتاعو, فمالوروزمون ينجم يسبب لها تركيبه نفسيه يعني خوفيه تجنبيه, يطلع انسان عنده ستركتور ايفيتونت معناها ستركتور فوبيك ايفيتونت, وستركتور هذه سي دو ستركتور اوكسيوز اللي يلفا جينيراليزي الخوف في برشا حاجات معناها في حياته من بعد. كيف ينجم الخوف الزايد والفيريفيكاسيون الزايده نتاع فما فيروس ما فماش فيروس تخلي الانسان يتوهم الفيروس اللي دايرين في كل بقعه في الهواء وفي الحيط وفي القاعه
وفي كل بلاصه، ويولي يغسل بالمره والمرتين والعشره مرات 12 مره وغيره، ويدخل في معناها في ديزوبسيسيون اللي يكونوا مالوروزمون مرض نفسي منهك ومرهق للانسان. كيف كيف الديبرسيون، الانسان وقت يفقد الامل ويصير له احباط كبير ينجم تظهر عليه علامات الاكتئاب. هذين نهتموا بسلامته وصحته في الوقت وباش نتجنبوا امراض نفسيه اللي تنجم تجينا من بعد. كيف كيف الكبار، احنا ما نهتموش برشا بالكبار ونتحدثوا اللي هما مهدين، واحنا معناها كان اون فالوريز با معناها الحياه نتاع الكبار، وهو كان الكبار قاعدين يموتوا. هذا الكلام اللي لازم نحرصوا على رواحنا، انا ما نقولوش ان معناها حياتهم اهم واغلى كيفها كيف اي حياه نتاع انسان. نهتموا كذلك بصحتهم النفسيه ونكلموهم نسالوهم، ثم اللي حشام في طبيعته وما يتحدثش برشا، اش تحس في روحك، شنو احوالك، يقول لي نفسانيا شنو احوالك، سافا اش تحس روحك مرتاح شويه خايف شويه، احكي معاه في السوجي، خليه يخرج الحاجات اللي خايف منهم، خليه يخرج الحاجات ربما اللي محبطينه، خليه يخرج معناها القلق نتاعو على الاقل الفيرباليز، وربما هذاك الفيرباليزاسيون هذيك نفهموا كونه محتاج لطبيب نفساني ولا الاخصائي نفساني. فوقت نوجهوه باش تكون ان شاء الله العلاج يكون انجع وخير برشا. كيف كيف الاطفال راهم ما يعبروش، احنا مطالبين باش نسالوهم بابا خايفه، يجا عايش ولدي خايف، قول لي بابا شنو تحس في روحك، شبيك متقلق، ونلاحظوا من سلوكاتهم زاده، نلاحظوا عزله زايده، نلاحظوا لعبه هي بيدها يكرر فيها، ولا شد تيلي ما حبش يخرج من بيته، تقول له شد كلم صاحبك ولا جارك ولا اللي هو تلقاه مش ما يحبش، وفهمت تلقاه عنده اضطرابات في النوم، تلقاه عنده احلام معناها خايفه ما فيها، بس كي نسالوا احلمت البارح شنو احلمت بابا قول لي، فهمت شنو ريت البارح، رقدت سافا مش سافا، قلت خلي لي ضو يشعل وهو مش مستانس، يقول لك اجا معايا لسال دوبا وهو مش مستانس. حاجات نجموا نلاحظوهم في السلوكات، واحنا اون بروفوكسا ونخليو الصغار يعبروا على مشاعرهم. صغيرنا ما يحتاج باش ناكلوه ونشربوه كهو ونقريوه باش ينجح ويجينا الاول، نو سي با سا كهو. احنا مطالبين برشا باش نشوفوا ليتاي ايموسيونيل نتاع صغيراتنا، ثم برشا عواطف سلبيه اللي تنجم معناها تصيبهم وتنجم تمشي اللطف على اولادنا تمشي وتكبر وتاثر معناها في الحاضر والمستقبل نتاعهم لا قدر الله. باهي انس، اسكو فما اضطرابات نفسيه مزمنه تنجم تتخلق بعد الشفاء من الكورونا ولا بعد كورونا ولا بعد ما نمرض بالكورونا؟ هو الحقيقه التركيبه النفسيه نتاع الانسان يعني حسب العديد من المدارس نتاع علم النفس معناها عادة ما تفوتش 43 سنين تكون التركيبة النفسية نتاع الإنسان يعني كاملة، ربما كذلك 7 سنين 8 سنين حتى يعني التركيبة نتاع الخوف ربما تركب يعني ترسم من بعد متأخر شوية. لكن أون جينيرال ينجم يكون التركيبة النفسية نتاع الإنسان فيها شوية ريجيديتي في حاجة معينة، تركيبة نفسية فيها شوية معناها ريجيديتي في لي زونغواس، شويه ريجيديتي في لي ميكانيزم دو ديفونس نتاع الشخص، يكون فاكتور ديكرونشور كحاله التهديد الكبيره اللي عاشها ليه ولا للعزيز عليه من جراء الكورونا كحاله ضبابيه. الكورونا احنا كنا نسيبوا معناها كيف الناس الكل يعني جائحه صغيره وباش تتعدى فتره ونرجعوا لحياتنا العاديه، وتوالت وليت منهكه ومرهقه لينا كمجتمع وكافراد. وبالتالي الحاله الصعيبه هذيك تنجم تكون ان فاكتور ديكلونشور اللي خرج لنا. لي فاكتور ديكلونشور هذوما يعني الجوائح الكبار، الحاجات اللي تهب الانسان تمسه، والا مالوروزمون ساعات الانسان يستعمل ان برودوي توكسيك ولا حاجه، يستعمل كانابيس ولا ان سيغتان دروغ اللي يكونوا فاكتور ديكلونشور نتاع مرض من الامراض اللي يقعد من بعد يعني فيه ان لون تيرم مالوروزمون. لكن عند الصغار ينجم يكون سبب كبير في تشكيل يعني تركيبه نفسيه مرضيه. به يعطيك الصحة أنس، الله يخليك على توضيحات هذه الكل. كان معنا أنس العويني أخصائي ومعالج أمراض نفسية وجنسية، كنا حكينا على تأثيرات الكوفيد على الصحة النفسية. شوية خلينا نمشي نطلع على وليداتي نشوف أمورهم حاضرين الدنيا وإلا لا. أما قبل هذايا جيت بحذنا نوسة وبعما أمور الكياس مش ولا بد، مش ولا بد لا. أليرت مع رامي القايلة. هاي شوية انضباط وركزوا معايا، انتبهوا لي وقولوا لي مين قال. حركة طالبان التي نشأت في الجبال والكهوف تفوقت علينا، مين قال الكلام ده؟ كلام انا خاطر شدت انتباهي كلمه الجبال سمعتها، راني سمعت شكون قال من لاي خاطر شدت انتباهي التركيبه نتاع الجمله اللي قالها. هو امريكان لي تونسي، رئيس حزب تونسي هو رئيس حزب تونسي
كان رشح روحه للانتخابات الرئاسية وبعد محسن مرزوق يا لا 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 شو داخله في طالبان؟ رئيس حركة مشروع تونس هو اللي قال حركة طالبان التي نشأت في الجبال والكهوف تفوقت علينا سواديزون هما عملوا فيسا الحكومة حكومة لا. وإحنا ما زلنا نستناو أما يظهر لي خليكم التعليق أنتم يظهر لي لأي التركيبة متاع الجملة هي اللي هكا شدت الانتباه والكل على خطر برشا عبيد قالت أنه شو كيفاش معناها طالبان غلبتنا ومشيت عملت حكومة قبلنا والكل ولكن ما نتصوروا حتى العبيد اللي قال الجملة ذي في إطار الدعابة لا غير لا التركيبة الشعبية ولا التركيبة متاع البلاد ولا نفس معناها المسار اللي تعدينا به ما عنا وجه شبه في حتى شيء نحن معناها عملنا انتخابات وناس طلعت بالصندوق وطلعت بالاقتراع حتى لو كان ما وناش موافقين عليهم بعد ما انتخبناهم على خاطرهم معناها خذلونا وكانوا يخدموا في مصالحهم الأكثرية على الأقل باش ما نظلموش الناس الكل نحطوهم فرد شكارة ولكن هذاك اش حبيت نقول يعني مش نفس التركيبة مش نفس معناها حتى شيء نعرفوا الطالبين توا ماذا بها هي تزرب على الاخر باش نعمل حكومة والكل باش توري للعالم اللي هي ديمقراطية اللي هي راهي ماهيش جاية للدم ولا جاية للانتقام على خاطر بالنسبة لهم سياسة الانتقام ماهيش ناجحة قاعدة تعمل في تغيرات هكا ونعمل تغييرات اللي جذرية على أساس في التفكير وفي العقل الطالباني ولكن لا مجال للمقارنة الحقيقة بين اللي صاير غادي وبين بلادنا ليه هي طالبان راهو عندها حكومة قبل ما تعمل حكومة بطبيعتها من اللي دخلت الكابل وسيطرت على أفغانستان كله حتى في السنوات اللي فاتت معروفين شكون اللي ليه مثلا بالخارجية واللي يحكي مع وسائل الإعلام واللي عنده اللغات وكل شيء معروف شكون المسؤول الأمني وشكون اللي نجم يكون وزير الدفاع دونك معروفين حاجة ذي كل وأكيد المقارنة ما جيش خاطر مش نفس الوضع طالبان عندها تو 20 سنة وهي تهيكل في راحة وتستعد للحظة ذي على خطر هي خرجت بالقوة في 2001 بعد ما طلعت للسلطة في التسعينات وتبدلت التشكيلة متاعها الكل الحقيقة نحن نتمناه وإنه حكومة وبرامون رئيس الجمهورية عندهم بهيدا أنا والله استحشت وما طلش وين وما تكلمش كيه ما تفقدناش دونك نتمنى وإنه يزرب على خاطر شركاء الدوليين متاعنا الكل بتبعاتهم يستناه في خاصة رئيس حكومة اللي نجموا يتفهموا معاه وهذا على خاطر راهو جاية في أكتوبر ظهلي ولا نوفمبر جاية مداولات ومفاوضات جديدة مع البنك الدولي ولا فهمي باش ناخذوا قروضاتنا ونكملوا الميزانية وعندنا شانتي كبير اللي لازمنا ندخلوا له خاصة راهو العودة نتاع سبتمبر هذه راهي ماهيش عودة مدرسية كهو راهو كانت عودة برلمانية كانت دورة جديدة نورمالمون كيف راهو فما قانون مالية جاي راهو فما برشا حاجات كبار جايين اللي رئيس الجمهورية خلينا نكون واضحين ما نجمش يعملهم هذم وكل واحد ماهوش جراندايزر هو دونك ماذا بينا لو كان نسمع على رئيس حكومة يتعين في المدة القادمة بيه يعطيكم مساحة شباب ننتقل إلى الخبر الموالي غلق الحدود مع ليبيا له تأثير سلبي وخطير على المساحات الخاصة مين قال الكلام ده؟ ترارارا تعرف هو ظاهرة أنا كنت تقول جملة الأخرى الكلمة الأخرى مي بون زرفت على غالب مساحات الخاصة النطق الرسمي باسم الغرفة متاع المساحات الخاصة رئيس الغرفة النقابية لأصحاب المساحات الخاصة أبو بكر إسخامة هو اللي قال الكلام هذي اي انا ديجا بعد في الروبريك نتاع صابر عليكم باش نحكي في الموضوع هذايا بالكدا ولكن اي الحقيقه راهو غلق الحدود مع ليبيا خاطر شو مش هكا تتسير الواحد نسمع في برشا عباد انا ليه وسكروا علينا هما وما عاونونيش ونسكروا الحدود ليه ماهيش هكاك راهي هي الحياه ماهيش نتاع انت متغشش وانا تنبست انا وياك راهي الدول ماهيش هكاك الدول فما علاقات سياسيه وعلاقات اقتصاديه وعلاقات أمنية ماهيش مجرد انه نحن معناها تنبزنا معناها في هكا في قاعده ولا في حاجه نو سي با سا معناها العلاقات وخاصه وقت اللي يكون فما علاقه مع دوله شقيقه لسقتك ومعناها تتقاسم معاها العديد من الحاجات معناها وخاصه الامنيه وشفنا نحن شنو صاير الايامات اللي فاتوا وحاجه اخرى اللي حبينا ولا كرهنا راهو معناها الشقيقه ليبيا
فما تعامل كبير معناها اقتصادي بين توريد تصدير المنتوجات الغاديكه. راهو سيتا مارشي بالنسبه لتونس ليبيا وراهو كبير برشا فوالا. ومع اعاده التعمير اللي قاعده باش تصير في ليبيا توا, دونك بالنسبه لنا نحن باش يولي هما زاده مارشي كبير. نحن نقدموا معناها عصاره خبرتنا, نقدموا الادمغه نتاعنا, نقدموا عمالنا. راهو ما تنساش اللي نحن من 2014-2015 عندنا فوق ال 10,000 تونسي روح من غاديكا. العباد هذوكم ديجا باش يصير عمليه معناها ادماجهم في المجتمع صعيبه ياسر, وماهيش تصير على عام ولا عامين. العباد هذوكم فما منهم برشا يحبوا يرجعوا ليبيا, فما منهم حياتهم غاديكا, عندهم مشاريعهم غاديكا, حتى مشاريع صغيره. فما عباد ابار لي انا القرابه هذيك ما نحكيوش فيها, فما عباد اللي روحت غاديكا ما شافتش ولادها وما شافتش نساها ولا رجالها بالعام وبالعامين. خاطر كل مره وقت اللي يجي مثلا مسكين باش يروح هو يلقى الدنيا مسكره, دونك يقعد محصور يا في ليبيا يا في تونس. دونك ماهي سهله العمليه هذيا. انا مع الموقف اللي قالوا رئيس الغرفه الحقيقه, وقيت انه يتم فتح الحدود مع ليبيا. انا الحقيقه يمكن نمشي في زاويه اخرى اللي ماهيش قاعد تحكي عليها, وانه راهو في عهد بن علي وقبل وحتى هيك شيل تو, راهو التنميه في حد ذاتها في الجنوب التونسي راهي مهمشة. ما فماش تنميه في الجنوب التونسي, دونك ما فماش ستركتور ايكونوميك, ما فماش هكا حركه تجاريه, بخلاف يعني ناسنا في الجنوب واهالينا في الجنوب يتعاملوا مع ليبيا. كيف نحن مثلا نمشيو نقربوا الحدود مع الجزائر, نلقاو الناس اللي تسكن على الحدود ديما سلعتها هي تزيريه ككسوار يا غرد ككسوار برشا حاجه. نفس الحاجه في الجنوب, دونك كي انت تجي تسكر عليهم, وخلينا نعاودوا مرة أخرى, راهو التسكير كان بتعلى صحية أما كان 100% زادة يعني أمني التسكير هذا. كي تجي أنت ما عندكش الترناتيف وما فهمش تنمية وما فهم حتى شيء أبار المساحات الخاصة اللي تنجم تضر, راهو فما حركة كبيرة برشا خاصة اللي تولدت في العشر سنين هذم بعد ما تفرتت السلطة في ليبيا, ولات معاملات أكثر مع الأفراد مش مع السلطة, راهو تنجم تضر على الأخر. ونحن نشوفه ديما كل ما تسكر الحدود مع ليبيا, كل ما أهالينا في الجنوب يتخنقوا اقتصاديا على خاطر ما عادش فما مرشي, ما عادش فما حركية, ما عادش الناس تنجم تخدم, وكيكا تولي أنت أكثر من هذا يوليو ديبوندون برشا على تونس, وتونس اللي متنجمش توفر على خاطر كيف فمش بديل. وأنه في 60 سنة اللي فات ما فماش منويل تنموي اللي يعطي حق البلايس هذوكم. دونك نتمنى وأنه بجاية رئيس الحكومة اللي بي تعاود تتنظر الامور وتعاود تتكشف برشا اوراق وتتحل الحدود, خاطر راهو تسكيره الحدود ما بيننا نحن والجزائر ونحن وليبيا راهو ينجم يضر برشا الاقتصاد, وخاصه الاقتصاد الصغير اللي يعيشوا به عائلات متمركزه على الحدود هذيك. باهي يعطيكم الصحه يا سماع. نمشيو للخبر الموالي. البرلمان والنظام السياسي انتهيا واقعيا. مين قال الكلام ده؟ برشا عبيري انا باتنزيد نائب مجمد لا استاذ وباحث في القانون الدستوري قانونها 8 سبتمبر بالأمارة الاستاذ ربح الخرايفي. انت تنقل على قاعده اوراقيه؟ خاطر البارح البارح ديجا حكينا فيه. يقول له عاد مبروك وزغرت لها وفرح لها بطفله. ما زيدش مسكر يدي عليها الكليماتيزور وزيد مسكر عليها الزغريت. والله يعطيها حق يا رسول الله. اي تفضل. هو الحقيقه راهو سي ربح الخرايفي قاعد فما نوع من النقد اللي هو ديجا على خاطر ماك تعرف في تونس وقت باش نسمعوا راي نحن تاع استاذ والا مختص في حاجه ولا شنو انتماء السياسي, شنو انتماء السياسي حاجه الاولى معني لازمنا نعرفوا. دونك على حسب انتمائك السياسي هكا باش نحكموا, يا نحبوك ومحليك وكلامك مقنع والكل, يا ماكش معانا دونك لا سامحني ما نجمش نسمعك على خاطر انت كنت منتمي والا كنت والا دفعت على الحزب هذاك والا لا. ونبعدوا كل البعد عليه لو فون معناها المحتوى فوالا ما لقيتش الكلمه, المحتوى اللي هو الكلام اللي قاعد يقول فيه واللي قاعد يصرح فيه راهو كلام مهم جدا حتى للناس اللي قاعده تفهم وتحلل شويه في القانون الدستوري. بعيدا كل البعد على هو معاه 25 جويليا ومعاه قرارات اللي خذاها قيس سعيد والا لا, خلينا نخزروا اخصائيين, وانا احترم كل المختصين في كل المجالات, نعطي وذني ونسمعهم ونحب نعرف شنو يقولوا وعلى انا اساس بناء
الموقف نتاعو. دونك بالنسبه للسي ربح الخرايفي والتصريح اللي قالوا هذايا انا اتبناه الحقيقه، وهذاك موقفي بالنسبه لي انا، البرلمان انتهى على خاطر حبينا ولا كرهنا، معناها حتى لو كان باش ترجع البرلمان توا اول حاجه ينجموا يعملوها انهم هما يسحبوا الثقه من رئيس الجمهوريه، معناها وغاديك باش نمشيو للخطر وباش نمشيو للمشاكل، الله اعلم وين باش تمشي بينا البلاد. دونك ما نتصورش اللي هو جمدهم زاد باش يقعدوا يقولوا له، ما نتصورش الحقيقه، معناها فهمت هكا انا المنطق نتاع مخي يقول لي هكايا، فهمت. دونك فوالا النظام السياسي هذا، المنظومه هذيك بائت بالفشل، مشيت على روحها. قعدنا توا برشا حديث على الدستور، مانيش عارفين. انا بالنسبه لي انا الحقيقه انك معناها معناها انك تتخلص والا انك تعدم الدستور حاجه مانيش موافقتها برشا، على خاطر مانيش باش نقعدوا نحن كل 10 سنين و7 سنين نحن نعملوا في دساتير ونعملوا في ترسانه من القوانين، ولكن مع بعض التغييرات مع المحاسبه قبل البناء، يعني كما ديما نقولها انا قالها الشيخ الايراني ونسيتها توا، مي بون حبيت نقول اللي مع التعديل مع كل شيء، ولكن العبيد نحن نعرفوا اللي المنظومه هذيك مشيت على روحها، معناها صحيح. بالله سمعنا كان تعود لي التيتر هجور. التيتر بالضبط، البرلمان والنظام السياسي انتهى واقعين، وكان حكايه زاده على المشاركه نتاع النواب المجامدين في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات، وقال اللي هما ما عندهمش الحق، وقالوا قال انه النيابه العموميه كانها تتحرك في الموضوع هذا خاطر هما يتسموا مخالفين القانون مجامدين وما عندهمش الحق. الحقيقه هو فهم برشا اراء، البرلمان اكيد وانه انتهى هذا واقع، حتى واحد ما ينجم يحكي فيه، مع انه فما برشا ناس يقول لا ومانيش مجمد ونخدم ومازلت مع سيفة النائب، ما نجمش نستقيل، حكاية هذيك كل رئيس الجمهورية ظاهر اللي قصلكم قصة عربي، تستقيل ما تستقيلش صحيح انتهي البرلمان. اما بالنسبة للنظام السياسي، خاطر نجي نقول نظام سياسي نجي نقول النظام البرلماني مثلا راهو انتهى زاد، هذا يهزنا الفرضية وانه رئيس الجمهورية نجم يمشي في نظام رئاسي حقيقة. وهذا شنو مشكلتي، على خاطر نحن في 2013 كي تعمل الدستور هذا وتبدل النظام السياسي تبدل نظام برلماني، على خاطر هربنا من النظام اللي كنا فيه الرئاسوي بتاع الرجل الواحد. دونك توا الفوبي الكل وليت ان كيفاش باش نرجعوا لنظام رئاسي اللي السلطه في يد رجل واحد، وقت اللي نحن ما كناش في نظام حكم ديمقراطي، وهذا المشكل. بعد هذا انا مشكلتي وانه حقيقه مع وعي الشعب التونسي، اسكو الشعب التونسي بالرسمي هو يحب نظام برلماني ولا يحب نظام رئاسي، اسكو هو فاهم الفرق ما بين هذو مزوز والا لا؟ وهذه المشكله انا الحقيقه اللي ديما نشوف فيها قاعده تربط، حتى لو كان الناس قاعده تخرج وتحب على حلين البرلمان واسقاط البرلمان وما الى غير ذلك، ديما نعاود نقول لها نقول للناس راهو ما فما حتى نظام في العالم كلك سواء رئاسي والا برلماني ما فيهوش برلمان، برلمان هو السلطه التشريعيه ديما باش يكون قائم. الحقيقه يمكن سي ربح الخرايفي ينظر وانه النظام السياسي هذا كيف ما قلنا البرلماني انتهى على خاطر ظهر اللي هو ما هوش افيكاس برابور التوانسة، ما ينجمش يكون يحقق مكاسب ولا اهداف الثورة اللي هبط عليها شغل حرية كرامة وطنية، وذايا اكتشفناه. اما فما برشا ناس تقولك وانه النظام السياسي ما هوش هو المشكل، اما النظام الانتخابي في حد ذاته اللي قاعد يطلع لنا في ناس وفي احزاب مشتة مفتة ما نجموش يحكموا، ومن بعد كل واحد يقولك انا ما حكمتش وما نتحملش المسؤولية، والشعب يقعد كيكا فاندام في الظلام. والله انا جني سؤال معناه بالحق له، اي حسب رايك راهو نحن انت قلت وانا معاك راهو مع حتى في القانون الانتخابي كنت مع انه يعملوا قانون العتبه، معناها انه الاحزاب الصغيره هذيك ما تنتفي وتمشي على روحها، ولكن في من شيره اخرى شفنا احزاب كبيره زي ده فشلت، حركه النهضه حركه لها تاريخ وحركه وحزب كبير والكل فشل مع ما نعرفش انا النداء وقت اللي جاء مع بيجي قائد السبسي مع السياسي الله يرحمه، سياسي عنده تاريخ وعنده زي ده فشل شلنا بعد دخول الشاهد والعركه الكبيره اللي هل ها هو سؤالي بالحق، هل انه نحن توا اللي تعداو كلهم فاشلين اما نقولوا يلزمنا برلمان؟ ما هو هكا نحن عندنا الثقه انه نحن البرلمان الجاي اللي باش نعملوه ما يعودش نفسه اكزاكتومون. هي ديما قاعده المشكله، علاش نرجع للنظام الانتخابي والقانون الانتخابي، انه ما يطلعش عبيد
تتحمل مثلا في فما بلدان اللي فما دو تور والا فما بلدان اللي فما ثلاثة احزاب ولا اربع احزاب كبيرة اللي هي تطلع للبرلمان. وهذيك مشكلتنا نحن في تونس في البرلمان قاو فما 19 احزاب 15 حزب وكلها تبدا تفلح وهاو تحالف هاو توافق. ودايور انا نشوفه انه استراتيجية النهضة تصور ما تختلفش معايا صابرة استراتيجية النهضة من اللي شدت الحكم في 2011 انه تعوم المسؤولية نجيب هي خلقانها للترويكا مع انه كانت اكثر نسبة عندها وقتها ظهر لي 86 ولا في 80 كرسي حبت تجبد اكثر اطراف لها اللي تنجم تكون في المعارضة وتعارضها باش تو سامبل ما تقول انا ما حكمتش وحدي ما تحملش المسؤولية وعلى ذلك نجم ترجع بعد المأزق نتاع 2013-2014. انا الحقيقة يعني مانيش يعني مطلع في القانون الدستوري والا النظام السياسي وكل شيء اما نتصور وانه حتى لو كان يطلع برلمان راهو بالقانون الانتخابي ذي على خاطر كيف ما قلنا اي نظام لازم يبدا فيه برلمان حتى كي يطلع برلمان حتى في التشريعات حتى لو كان نظام رئاسي في التشريعات نجم نلقاو مشاكل في التشريعات نجم نلقاو قوانين اللي ما تعديش ودرسين نرجعوا لجنه التوافقات غير قانونيه داخل البرلمان أي. واكثر من هذا تولي صفقات وفي الليالي تتعدى القوانين وعلى المقاس ونرجعوا نفس المشكل. دونك فما خلل اكيد كيفاش الاحزاب قاعده تطلع في البرلمان سواء نظام برلماني ولا نظام رئاسي. ونرجع نقولوا في الاخير اللي هما ممثلين عن الشعب يعني هذوكم زاده شعب موجود منه يعني اللي طلعوا هذاك النائب على منطقته ولا على ولايته يعني هو يشوف فيها في روحه بعد تبدل ما تبدلش موضوع اخر ولكن هذوكم زاده توانسه ومننا وفينا فوالا باهي انا باش نسكن خارج حدود الوطن تاع ظاهر ماشي لاسيا شرق اسيا انا ما قلت شيء. محكمه يابانيه استدعت شكون للمثول امامها خاتيني. الخبر هبط في صحيفة The Guardian. مدام The Guardian. اليابان راه مطلعين شوية ما تقول ليش ظهر لي للوصول أمامها ربو أول مرة يستدعاوا الصفة تاع الشخص هذية فهمت أمام المحاكم متاح ليه امبوسيبل رئيس وزراء ترارارا بو مكمش بعاد أطلع شوية على الوزير وأقل شوية من الامبراطور ما هو يحز روح في الامبراطور رئيس الوزراء؟ ليه؟ ما بكريش بالتعليف في الداخل؟ مش ما تسيبتونك أنا قلت ليه قلت أنا جبت البلاد وأنا قلت لك أيه بستحق كوريا الشمالية؟ رئيس ليه استدعوا زعيم كوريا الشمالية على خطر فما عبيد مشاو لكوريا الشمالية باش يستوطنوا غادي ويعملوا لهم إعادة دمج وبرمجة وفازيت واللي تحب أنت كل يا أخي يا بابا غشوهم قالوا لهم راهو لو باغادي غادي والدنيا والأجواء فيقوا مشاو غادي لقاوه مش لو باغادي فهمت يا أخي راجعوا اليابان شكاوا بهم ومطالبين يطالبوا فيه بتعويضات ب 900,000 دولار يا رسول الله يعني بالرسمية هما يا اخي شبابنا في بالنا بيكم ذكيين اه ريت والله مشاو غادي يا جماعه ماشيين كوريا الشماليه على اساس في بالكم باش تلقاو بالرسمي الجنه صبر بزاف قالتكم الكوفيد راه يهدد هذيك وهو قال لك معنا حتى كوفيد واللي باش يطلع ويحكي على الكوفيد رانا باش نعملوا فيه اكثر من هذا راه كوريا الشماليه راه وصلت خرجت قانون كنا حكينا فيه وانه اي واحد يتمسخر على رئيس الدوله اللي هو كيم جونغ اون على الوزن نتاعو كهو يقول والله كاين ضعف كاين وهكا صحته اخذتها شويه يتعدى ديريكت حبس ما فهمتش انا الحقيقه كيفاش اليابانيين ودايور علاقتهم هي راهي مع كوريا الشماليه راهم مهدين على خاطر حلفاء امريكا الكل في البريود اللي كوريا الشماليه قاعده تسري فيها في السلاح النووي نتاعها اول بلدان اللي كانت خايفه بالرسمي على السلامه نتاعها هي كوريا الجنوبيه واليابان على خاطر كانوا مهدين وانه الصواريخ الباليستيه الكوريه الشماليه نجم تخلط لهم. دونك حقيقه ما فهمتش كيفاش انهم يحبوا يمشيوا غاديك يعاونوا والا في اي اثار انا الحقيقه مستغرب. وحاجه اخرى نحن نحكيوا الصباح قلت لك على الكورونا وبالحق هم البارحه احتفلوا بمعني بناء الدولة والكل دونك خرج الجيش متاحهم الكل واحتفالات كبيرة ودنيا والكل لابسين كيما متاع غوانتانامو لابسين دي كومبينيزون اورانجي والكل ولابسين كل واحد متاع الغاز اللي يتحط اللي تلبس معناه أول مرة معناه يشوفوا العالم الجيش ولا اللي هو متاع كوريا الشمالية هكيكا وفي نفس الوقت يقول لك راهي تعيش تحت معناها وطأة الجائحة ويمكن العباد الكل قاعدة عندها مفاعل نووي قاعدة تخدم في الأمور ومعنى
تخافش معناها باش تفهم انت الدوله هذه كيفاش تخدم. دونك الحقيقه اليابان هذه ما عجبتنيش فيها والله. اش فيهم اللي مشاو في خمسه فهمت؟ قالك غادي هما يابانيين من اصول كوريه، قالوا لهم راه غادي باش تلقاو الجنه، ما لقاوش الجنه طلبوا 900,000 دولار. بلاش تكتب لهم ما تعرفش كيفاش هذه الحكايه. هما واحد مش الدوله، هما واحد حسب رأي القانوني هذايا. هذوما الجماعه مشاو في الاخر في الاخر باش يوصلوا على هذايا التعويض نتاع 900. قالك انت كل حقوقهم غاتب. واللي عجبني شكون باش يشكي وكان ربي اللي عجبني انه يتوقعوا باش ياخذوا 900,000 دولار. كي تاخذوا 2 سنت تسميهم سالكين. هذا مستحيل. غادي صحيتوا يا جماعه. اي نكملوا مع اخر اخبار من مصر حبيبه قلبي. جاوب انت هيج شتوما يخشي. لا والله لا انتوما ها به مازلنا في الإطار متاع الدعاوى والقضايا والفتيات الكل. فما قطوسة أنا حالتها صحية تعبت برشا ووصلت للموت يا أخي، فما شكون حطوه في الحبس؟ حسب رأيكم شكون اللي حطوه في الحبس واللي تسبب في الأذى والضرر الكبير للقطوسة؟ بالليلة تقولي أدوليسان. ادوليسون اسمها ديما هو الاخبار في الاخر سامباتيك. اوكي سامباتيك. وهي ماتت ولا ما ماتتش؟ لا مازالت ما حالتها حرجه جدا. انا اقول الطبيب البيطري. لا الطبيب البيطري انقذها. كلب ليه انفسيب ما نصورهاش في مصر معناها هذيا الحكي. خاطر الكليب والقطط تتعارك معناها ديما. دونك حطوه في الحبس. حطوه في مش الحبس، المستشفى البيطري بالعباسيه. العباسيه احنا نعرفوها نتاع فهمت يا اخي، ابارمون عندهم العباسيه نتاع الطب البيطري. غادي قال لك هاجم القطه هذيا وتسبب لها في برشا مشاكل واوبليجي عليه معناها اوبليجي على المالك نتاع الكلب انه يدفع مصاريف التعويض. مصاريف المستشفى وحطوه في الحبس في مش في المستشفى البيطري باش يشوفوا اموره الصحيه كيفاش. هو اي بون حاجه معناها توا ظهرت لي عاديه. دونك خاطر ينجم يكون ما نعرفش ابارمون الحكايه ذي نتاع جماعه اثرياء ماهمش في الشارع معناها مستحيل. وخذ الوقت باش يمشي يرفع قضيه خاصه وانه مصر راه فما مساجين سياسيين وفما ناس تتعذب على حرياتها وكل شيء وهم لا وفما منتجع 6 اكتوبر ولا شنو هذاك وفما معناها فما زوز عوالم في مصر بالحق معناها كتشوف ساعات التجمع الخامس هذوكم البلايص هذوكم بالحق تقول مش مصر بالحق معناها. ومن بعد ما طابت شويه بالجوجل مابس اللوطة معناها تشوف احياء وتشوف اي بالحق تشوف معناها عباد تعيش في المقابر لتوا، عباد تعيش فك وين النيل معناها يسكنوا في الفلايك معناها حاجات اللي بالحق لتوا انا نبهت وتشوكينا على الاخر. ولكن كان وصلوا في مرحله نتاع حمايه الحيوانات واصدقاء الطبيعه والحيوانات حاجه باهيه ذي. والله انا الحقيقه هو ما نحبش انا نتبلانجا كيكه، اما نصور كيف ما قالت صابرة واحد غني ولا واحد على خاطر ديما هما القضايا في زوز لبس عليهم راه هاو. دونك انا خاطر ما سمعناهوش هذايا في تعرف لك اللي في المسلسلات واحد غني وعنده صاحب وقاضي قالوا بلي القضيه ذي عديها لي وكذا كيكا بالضبط. هاكا وصرفت الحكايه بهيك وخاطر هو فات الوقت هاكا عليه هاي كيف ملي نمشيو نرتاحوا واحنا نعملوا جو ونمشيو فهمت نعملوا صور شمسيه بربي تصور شنيك لا يفتحوني علي على انستغرام. هاي شمية مازالت ساعة كاملة مكملين معاكم من ماضي 3 حطيك الشيء للأربعة بتاع العشية. مازال بحذية خوي لؤي وأختي صابرة وأختي تطلب فيا والله العظيم راني قاعدة نخدم على روحي. مازلت نكمل الأربعة وتخلت علينا أي 24 ونوسة زادا بعد عندنا فقرة جميلة جدا نخدموا معها الساعة. أما تو زادا باش نخدموا معها الساعة ما تو أحوال طرقات ومتيو فزيت وكل. هاي نخليك للا هاني راجعين.